غنوريكم جوج راديوات مختلفين ديال جوج د الناس. شوفوا معايا الراديو الاول هذا العمود الفقري كيفاش مايل، ما غاديش نيشان مع الخط الاخضر. شوفوا الراديو ديال الشخص الثاني العمود الفقري ديالو مقاد نيشان وما كاينش واحد الانحراف. الفرق بين هاد الصورتين ماشي غير العمود الفقري، شوفوا معايا هنا هاد الكتله السوداء اللي كاينه هنايا مجمعه في هاد الجانب، هادو الغازات منفوخين بزاف في القولون ديالو. اما الشخص الاخر اللي عنده عمود فقري مستقيم، شوفوا معايا هنا ما كاينش الكتله الكبيره ديال هاد الغازات السوداء، بل كاين واحد النقط صغيره وهي غازات عاديه. يعني عادي ان المصران ديالنا والامعاء الصغيره ديالنا كيكون فيها واحد شويه ديال الغازات، ما كيكونش غير الماكله، وهذا الشيء ماشي خطر وماشي مرض، بل حاله فيزيولوجيه عاديه. اللي ما خصوش يكون هو هاد الانتفاخ الكبير كما كتشوفوا بهذا الشكل، فغيكون غالبا كيعطيه واحد الالم في البطن ديالو، تقريعه، امساك، بزاف ديال المشاكل الصحيه، ما مرتاحش في الصحه ديالو. وشوفوا معايا هاد الانحراف، سبحان الله، يعني منحرف واحد الجهه وفيها تجمع كبير ديال الغازات، بينما الجهه الاخرى اللي ما كاينش فيها انحراف ما كاينش غازات بزاف. هذاك يعني بان الانحراف ديال العمود الفقري عندك ممكن ياثر على واحد الجهه وما ياثرش على جهه اخرى، وغادي يخلي واحد البلاصه كتعاني بزاف حتى تقاد العمود الفقري ديالك وتقاد الساس ديالك وتعالج جميع المشاكل ديال العمود الفقري والمفاصل. عاد ممكن انك تعالج مزيان من اي مرض فيك. اذا ما تهملش العمود الفقري ديالك وما تهملش المفاصل ديالك، قاد الساس ديالك وتهلا راسك. ما عندكش غير عصب حائر واحد، بل كاين جوج اعصاب حائره في الجسم ديالك، العصب الحائر الايمن والعصب الحائر الايسر، بجوجهم خارجين من تحت الجمجمة وهابطين على الجنب ديال الفقرات ديال الرقبة، كل واحد غادي إلى الأعضاء ديال الصدر والبطن وغيرها، كيكون سبب ومشارك في عدة مشاكل وأعراض صحية كتقيس الإنسان وما كيفهمش السبب ديالها وكيفية العلاج المناسب لها، من ألم في الرقبة والرأس، الدوخة، تقيؤ، مشاكل في الجهاز الهضمي وغيرها من الأعراض والعلامات التي يكون العصب الحائر مشاركا فيها بدون تفسير عند الكثير من الناس. الصورة الثانية كتبين بأن العصب الحائر خارج من هاد البلاصة هذه تحت الجمجمة ودايز من الجنب ديال الرقبة وهابط كما قلنا إلى الصدر والبطن. لماذا سمي العصب الحائر؟ غنشرح إن شاء الله في قادم الفيديوهات باش تفهموا مزيان هاد العصب الحائر وما غاديش يبقى محيركم من بعد. استكمالا لخريطة الأعصاب، هنا كنشوفوا أعصاب أسفل الظهر من L4 حتى S5. فالمشاكل اللي كيكونوا في الرجلين ممكن يجيو من هاد الأعصاب أو لهاد الفقرات ديال الظهر ديالنا. مثلا L4، العصبة ديال L4 غادي تعطي مشكل في الرجل كيهبط حتى للصبع الكبير، كما كتشوفوا هنايا L4 غادا حتى للصبع الكبير. إذا كان المشكل ديال التنمال ولا ديال الألم كيهبط حتى لثلاثة ديال الصبعان الوسطانيين، يعني الثاني والثالث والرابع، فغالبا ممكن تكون العصبة L5 اللي خارجة من هنا أسفل الظهر. إذا كان المشكل ديال التنمال أو الألم أو السياتيك كيهبط مثلا على برا ديال الرجل حتى كيوصل جهة الصبع الصغير كما هنايا، فهذه غالبا العصبة ديال S1. هنا هاد البلاصة هذه التحتانية كاع من S2 حتى S5 كيمشيو لجهة المخرج، فهنا إذا كان مشكل ديال البواسير أو لا شي آلام في المخرج أو لا بعض الأمراض في المخرج، فممكن يكون عندهم علاقة مع هاد الأعصاب ديال S2 حتى S5 كما كتشوفوا هاد الربطة ديال الأعصاب هنايا بربعة من S2 حتى S5.